المدفعية العراقية تستهدف مواقع تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في غرب مدينة الموصل بعد يوم واحد من اختراق دفاعات التنظيم في آخر معقل كبير للمتشددين في البلاد. وتمكنت القوات العراقية المدعومة بالطائرات والمروحيات من التوغل في غرب المدينة واقتحام أحياء هاوي الجوسق والطيران، وذلك على الرغم من المقاومة الشرسة للتنظيم. كانت اكو إعاقة من العدو ومقاومة كلش قوية، كانت من العجلات المفخخة والطائرات المسيرة اللي يعني الحمد لله ما قدرت توصل لأهدافها وتم السيطرة عليها، وحاليا التقدم مستمر. وصول القتال إلى الأحياء المأهولة بالسكان في غرب الموصل دفع نحو 1000 مدني لعبور الخطوط الأمامية للمعارك في أكبر نزوح منذ بدء العمليات العسكرية قبل أسبوع. وتقدر منظمات الإغاثة أعداد السكان العالقين داخل الجانب الغربي من المدينة بنحو 750 ألف شخص.